الو، بونسوار اليسا. بونسوار مارسيل. هيدي ثوره من نوع اخر، تفضلي. بونسوار اليسا. ميشيل، اول شيء اشتقت لك، يعطيك العافيه. الله يخليك مارسيل، يعطيك العافيه. وبقول انه انتم بتمثلوني كلبنانيه، وانا دائما بشوف ناس مثلكم، بفتخر دائما بلبنانيتي، لانه اوقات في ناس بخلوني انه اخجل. يعطيكم ألف عافية على المبادرة المهمة اللي عملتوها من أول ما بلش الكورونا. وقت طلبتوا أنه ينعمل حال الطوارئ، وقت بلشتوا تتبرعوا، اليوم عم بحضر عم شوف كمية الناس اللي عندها بعد إنسانية، وانبسطت. وبقول أنه ببلد في بعد شعب من هالنوع، هالشي رح يرجع لهم بالخير، وربنا رح يكون معهم. ويعطيكم ألف عافية. أنا يوجولي ما بحب تلفن أبدا كرمال إذا بدي أقدم شي، لأنه مش طريقتي ولا أسلوبي، ولا رح أقول قدي رح أقدم على الهواء. هلأ بحكي مع نحن بنعرف قدي بتعملي خير على كل حال، ما شهد لك هالشي. مرسي. سو أنا بس بدي أقول اللي بدي أقدمه بدي يروح يتوزع حصص غذائية على ناس مش قادرين يوفروا هلا امكانيات الاكل. برافو. لانه في ناس كتير من يمكن شوفير تاكسي، مع احترامي لكل الوظائف، او سيكوريتي بمول، او في كتير ناس هلا وقف شغله كومبليتلي. بتمنى انه السام اللي انا بدي احطها ينشر فيها حصص غذائيه وتتوزع على اكثر عدد ممكن من العالم بالسام الموجوده. شكرا لك اليسا. فعلا الام تي في بتمثلني وبتمثل كل لبنان حر. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك اليسا، بتحكي باصلك. تحياتنا لك ولهذه المقاومه العظيمه اللي هي انت.